نعم حسين، منذ فجر هذا اليوم الذي بدأت فيه الاشتباكات باكرا، تأرجح الوضع الميداني صعودا وهبوطا، فتارة يرتفع النسق المعارك ترتفع نسق المعارك وتارة أخرى تنخفض. في كل هذه الأوقات ربما أن المدفعية الثقيلة المنطلقة من القواعد العسكرية التابعة لقوات الجيش أو تلك التي تتبع لقوات الدعم السريع لم تتوقف في هذه المناطق أو في هذه المقار. الجيش نفذ عبر مدفعيته الثقيلة صباح هذا اليوم قصفا على مواقع وارتكازات لقوات الدعم السريع في جنوبي الخرطوم، خاصة في منطقة الأسهري، فيما ردت قوات الدعم السريع بقصف مماثل تجاه تمركزات قوات الجيش خاصة في محيط القيادة وبعض المناطق الأخرى. قبل قليل أيضا نشر الجيش عبر بيانه عبر بيان أو عبر متحدث باسمه بيانا اتهم فيه قوات الدعم السريع بتدمير مبنى مفوضية العون الإنساني في وسط الخرطوم، هذا المبنى الكبير والممتد، وإذ قال بأن الدعم السريع دمر هذا المبنى عبر قصف واستهدافه. ايضا الجيش نفذ عبر الطيران ربما هذه الغارات الجويه التي ينفذها الجيش خلال هذا اليوم او خلال الايام السابقه، فهي غارات نوعيه ينفذها تجاه تمركزات ومواقع قوات الدعم السريع. نحن راينا او استمعنا هنا الى بعض الغارات التي نفذها الجيش خاصه في منطقه شرق الخرطوم في قريبه في منطقه جسر المنشيه، هذا الجسر الذي يربط ما بين مدينه الخرطوم وبين شرق النيل، بالاضافه الى بعض المواقع الاخرى. في محيط القياده العامه كانت هنالك اشتباكات ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع خلال فجر هذا اليوم، تصاعدت على اثرها سحب الدخان بشكل كبير ومتصاعد. في بعض المواقع الاخرى ايضا كانت هنالك اشتباكات خاصه في منطقه وسط ام درمان. في غرب ام درمان اتهم الجيش ايضا قوات الدعم السريع باسقاط بعض القذائف التي اصابت بعض المواطنين. اذا هذا النسق للمعارك دائما ما يرتفع ثم ينخفض خلال هذا اليوم. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة الخرطوم.